بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خط الأساس في فيديو جديد راح نشرح فيه ببساطة طريقة نقل إضافات جوجل كروم. إضافات جوجل كروم كما راح تشوفوا هذه الإضافات كامل نقدر ننقلهم إلى متصفح آخر. يجب يعني لو تكون إضافة غير موجودة في متجر جوجل كروم، في متجر جوجل كروم نقدر ننقلها يدوي، يعني نحولها من متصفح إلى متصفح آخر. تابعوا معي هالطريقة البسيطة، ركز معي جيدا على بركة الله. أول خطوة أنا راح نجرب على هذه الإضافة. أول شيء راح تقوم به تفعل هاي الميزة وهي مود ديفلوبر تفعلها. بعدها راح تحتاج ان تاخذ هذا الاي دي او احفظه، هذا الاي دي احفظه واعمل له نسخ. راح نعمل له نسخ على سبيل المثال وراح نحفظه هنا، هنخليه ما راح ننزعه. ثاني شيء راح ندخل على البوست دو ترافاي، سي بي سي بوست دو ترافاي او اورديناتور، راح نروح على ديسك لوكال سي، بعد نذهب الى ايتيليزاتور، بعد نذهب الى اسم الجهاز اللي عندك، انا عندي زيري جي. بعد راح نروح على ملف اسمه اب داتا، هو راه مختفي، كيف نظهره. نروح على هاي افيشي، ثم نذهب على اوبشن، ثم نختار افيشي، ثم نذهب الى هذا الخيار افيشي ايدوسي كاشي، افيشي ايدوسي كاش. بعد نعمل ابلاي اوكي، لقد ظهر الملف او الفولدر، ندخل عليه ثم نذهب الى اللوكال، ثم نذهب الى جوجل، بعدها نذهب الى كروم، يوزر داتا، بعدها ديفولت، بعدها اكستنسيون فولدر اكستنسيون. الان راح نبحث على الاي دي اللي شفناه قبل شوي، هذا راح نبحث عليه. هذا هو الاول كما راح نشوف. ينتهي بالدي ويبدا بالار. هذا الملف راح ننسخ، نعمل له كوبي ونحطه على سبيل المثال هنا، هذا. ثم نذهب إلى متصفح الآخر، نفتح متصفح آخر، هذا المتصفح الآخر الإضافة غير موجودة فيه، هنصغر لكم الشاشة حتى تظهر لكم الكاميرا. نفعل هذا الخيار. اول شيء نذهب الى هذا الخيار اكستنسيون، ثم نفعل هذا الخيار مود ديفلوبر وضع المتطور. بعد نذهب الى هذا الخيار، نكبس على هذا الخيار، نذهب الى مسار الملف الذي وضعناه قبل شوي، هذا نضغط عليه مرة، ثم نختار سيليكسيوني ايدوزي بالفرنسية طبعا. وكما راكم تشوفوا الخيار تفعل، الإضافة انضافت. إن شاء الله يكون الشرح هذا البسيط أعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك للقناة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.